ومنصير كلنا بالشوارع. شو بك سامر؟ سامر حبيبي طول بالك، هيك الدنيا يوم معك ويوم عليك، بس انت ما بيصير تضعف ولازم تضل قوي لآخر لحظة، وكلياتنا معك، وبالأخير ما بيصير إلا اللي الله كاتبه. بس حاجة تمثيل دور الأم اللي خايفة علينا وأكل همنا. كلياتنا منعرف مين بتحبي ومين دلوعتك الصغيرة. حاجة تعذبي حالك كاشفينك على حقيقتك. وبعد كل اللي صار معنا سامر صار يعرف كتير منيح مين اللي معه ومين اللي عليه. سامر سمعتها؟ ماما خلصنا، مو قدران اسمع كلمة تانية، تركينا لحالنا. تيتي تيتي جاوبي لي على هدول. شو هدول؟ هذا دفتر عن عائلتي، بسأل الكل أسئلة ولازم يجاوبوني عنه. عن جد؟ حلو. حتى سالوني كاتبة فيه. سالوني اسمع عمة سالوني الحلوة، بما أنك أكبر منها سمحت لك تكوني بعدها، وبعدين بسمح للباقي أنهم يكتبوا. إيه بأمرك. عم تقري شو كاتبة عمة سالوني ما هيك؟ الهوايات، الطبخ، الغناء، الرقص. الشخص المفضل زوجي. اللون المفضل أحمر. تاريخ ميلادي 26 أيار. 26 أيار؟ يعني بعد بكرة. تعا نهار. نعم عمتي. يلا جاوبي لي على هاي الأسئلة وأوعك ضيع الدفتر. لا تاكل هم ما رح يضيع. يلا روح روح نهار تعال عندي. الليلي تاري عيد ميلاد سالوني بعد بكرة. ايه بعرف. والله شو؟ وانت ليش ما لك مخبرني؟ لا تخافي ابدا عمتي، انا عندي خطة فظيعة لعيد ميلاد مرتي. شو هي؟ شو بتضايق لما بشوفك بهالحالة؟ اصعب شي على المرأة تشوف جوزها عم ينهار وما تساعده. المرأة بلا جوزها ما بتسوى شي بالمرة. بس إذا ما بتتضايق مني في حل أخير لنخلص. أنا شخصياً كنت ضده بالأول، ومثل ما بيقولوا شو حاجتك للمر قال له الأمر. لهيك اسمعني منيح، إذا بدك بروح وبحكي كل شي لبابا، وأكيد رح يسدد لنا ديوننا كلها. لا أكافيري، مستحيل أرضى. وليش مستحيل سامر؟ هذا أبي مو أي حدا، وإنت هلأ بتعتبر مثل ابنه. أهلي ما في منهم، ويا ريت كل الأهالي مثله. وبابا بيحبك كتير ومتأكدة رح يساعدك كرمالي سامر. يلا وافق، بصراحة هي فرصتنا الأخيرة لحتى نصلح كل شي. حبيبتي تعيلي عندي بسرعة. يلا شوفي احكي لنا. رح احكي بس بدي توطي صوتك شوي. شوفي عمتي، عاملة هالاجتماع الخطير مشان نقرأ دفتر امتيازات إيشان. شو عم يصير معك؟ أنا رح أخلي تارا هي يلي تقرأ. ورشيك عيد ميلادي 26 أيار. هذا عيد ميلاد سالوني. لك هذا معناته انه ولك عيد ميلاد مين يعني؟ عم اقول لك سالوني. اوه فهمت عليكم. نهار ليش ما خبرتنا؟ يا جماعه كنت رح اخبركم كل شيء بوقته. هلا مو مهم، لازم نتفق ونعمل لسالوني حفله ما تنساها بكل حياتها. اكيد هاد اول عيد ميلاد لها بهذا البيت، لازم نعمل حفله كبيره. إيه نهار اتصل بسالوني وخليها هي تختار الحفله اللي بدها اياها. بس انا عندي فكره حلوه. ليش نحن ما منظبط حفلة لسالوني ومنفاجأة فيها؟ شو رأيكم؟ هاي الفكرة أحلى.
بس لا تخلوا سالوني تنتبه على شيء. بس هالشي مستحيل، كلياتنا عايشين بنفس البيت، أكيد رح تنتبه. إيه والله معك حق. هلأ خطرت لي فكرة أحسن، شو رأيكم بإنه يسافر نهار وسالوني شي كم يوم رحلة لحالهم؟ نهار يلا بسرعة حجز تذكرتين لشي مكان قريب. حاضر عمتي. ايه هلا الو. مبروك بابا، هاي المرة شغلنا 100% كله صح، وأخيرا رح يكونوا لعبة بإيدنا. سامر وافق إنك تساعده، وهلأ رح نكشف ورائنا ونصير نلعب على المكشوف، أو بالأحرى خلص ما في أي مشكلة، انتهت هاي اللعبة، وأكيد لصالحنا وعائلتهم خلص اتدمرت. يصلوا ويدعوا ليشبعوا، ربنا ما رح يوقف معهم هاي المرة. برافو عليكي، أنا بنبسط كتير من جوات قلبي لما بعرف إنه تدمرت هاي العيلة الوسخة، وسالوني هي بنت من هاي العيلة ووحدة من عيلة براجيش سينغ، وأنا إذا ما بنتقم من عيلة براجيش سينغ وبخليهم يندموا على اليوم اللي خلقوا فيه ما بقدر موت وأنا مرتاح، فهمانة؟ وندرن علي لا أقضي على عائلة براجيش سينغ طول ما فيني نفس عم يطلع وينزل، وهي أول مرة تجي لعندي فرصة الانتقام بإيديها وإجريها. براجيش سينغ. تفضلي سالوني، بدي إياكي تضبي ثيابك وغراضك بس بسرعة لشوف. ليش؟ انتو ما عاد إلكن قاعدة بهذا البيت أبداً. أنا بدي إياكن تطلعوا برحلة انتو اتنين من هلأ لبعد بكرة، يلا روحوا غيروا جو. هي بس شغلنا لفوق راسنا. انت اسكت، انت واحد أناني ما فكرت بمرتك.